نتابع في هذا العدد حدث المنتدى البرلماني الثامن للعدالة الاجتماعية محور لقاء العمل اللائق. أما فقرة ثلاثة أسئلة انتخاب الأردن رئيس لشبكة النساء البرلمانيات لإفريقيا والعالم العربي والمغرب نائبا لرئيسة الشبكة البرلمانية. أما فقرة كواليس نتابع تفعيل الدبلوماسية البرلمانية في الفترة الفاصلة بين الدورتين. الجمعية البرلمانية الاتحاد من أجل المتوسط واللقاء جنوب جنوب الذي احتضنه مجلس المستشارين. مشاهدينا الأفاضل السلام الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من مجلس البرلمان والناس. نبدأ بحدث هذه الحلقة والذي يتابع معكم انعقاد المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين في دورته الثامنة. موضوع هذه الدورة كان حول العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة. ما هي أهم المداخلات التي عرفها هذا المنتدى والنتائج التي رشحت عنه؟ نتابع هذا التقرير مع أمين الخالدي. المنتدى الثامن للعدالة المجلية جاء ليقدم جوابا على تعثر وإشكالية في مسار التنمية. لماذا تغيب العدالة المجلية داخل نفس الجهة بين مدنها وداخل المدينة نفسها؟ جواب مباشر لرئيس الحكومة في رسالة إلى المشاركين في هذا اللقاء السنوي أن النصف الثاني من عمل الحكومة سيخصص للتشغيل وجعله قضية وطنية، لكن رغم ما تحقق إلا أن هناك خللا في توزيع الاستثمارات العمومية والخاصة، وهذه هي وصفة الحكومة. الشغل هو تحدي من التحديات، والشغل هو مرتبط بالاستثمارات، فالتفاوت المجالي في الشغل هو مرتبط بالتفاوت المجالي في مجالات الاستثمار، والعمل الحكومي هو من أجل توفير عدد من التشجيعات من أجل استقطاب هذه الاستثمارات للجهات التي تعرف منسوبا أقل. والحمد لله في هذه السنتين كان هناك تقدم على مستوى العمل المأجور بأكثر من 580 ألف منصب شغل تم خلقه حسب الإحصائيات الأخيرة. الإشكالية ما كايناش في هذا المجال، في العمل اللائق وفي العمل المأجور. الإشكالية كاينة في العمل اللي كيجي في القطاع غير المهيكل، اللي كيبقى واحد التحدي مطروح على جميع القطاعات الوزارية. وكنظن على أنه العمل الأخير اللي قمنا به في الحكومة اللي هو إطلاق حكمة جديدة في المجال، هذا يقدر يعطينا واحد الدفعة جديدة في هذا المجال باش نزيدوا نثبتوا خلق مناصب شغل في القطاع المهيكل اللي يعرف واحد التقدم ملحوظ، ولكن القطاع غير المهيكل هو الذي يوقع فيه تدمير ديال مناصب الشغل، ولا سيما في المجال القروي نتيجة ندرة التساقطات. انطلقت بعض الحلول لكن ليس بنفس طويل. انطلاق أوراش، هذا البرنامج استفاد منه العالم القروي بنسبة 60%. جزء من الإشكاليات يحاول المنتدى الإجابة عليها. استشراف من مجلس المستشارين للمستقبل، كيفية العمل المشترك بين كل مكونات الحوار الاجتماعي من نقابات من حكومة ومن أرباب عمل، كيفية استشراف عمل مستقبلي نحو إرساء ركائز حقيقية للعمل اللائق خاصة في القطاعات الغير مهيكلة وفي الاقتصاد الغير مهيكل والذي يعتبر بؤرة حقيقية للعمل الغير لائق. ولذلك فنحن اليوم نؤسس لمرحلة أخرى أساسها هذا التفاهم بين كل هذه المكونات نحو إن شاء الله الرحمن الرحيم سن تشريعات أكثر حزما فيما يخص العمل اللائق، وخاصة وحنا مقبلين على مراجعة لمدونة الشغل. نفكروا في العمل مثلا، تنفكروا في مناصب الشغل، كيخصنا أيضا نفكروا في عمل لائق. العمل اللائق هو ذاك العامل اللي خصو يكون محمي، ما يكونوش حوادث الشغل، مرض، الأمراض المهنية، خصو يكون الترقية واضحة شفافة، خصو يكون عقد اللي تيعقدوا مع المقاولة. فلهذا حنا عندنا عدة آراء، وتنقولوا بأن الحالة اليوم مازال ما وصلتش لذاك اللي خصها تكون فيه. 68% نتاع المناصب شغل في القطاع غير المهيكل، حتى في القطاع المهيكل تنجبروا بأن الشباب 7 على 10 الشباب ما عندهمش عقد نتاع العمل مع المقاولة. فلهذا تنقولوا بأن كاين إجراءات كثيرة اللي خصها تتخذ. الأولى اللي هي مهمة جدا هي الحماية الاجتماعية في جميع المواضيع ديالها.
غياب العدالة المجالية يسجل أيضا على مستوى التفاوت بين الجهات، مثلا جهة فاس مكناس من الجهات التي تعرف ارتفاع في معدل البطالة. ماذا قدمت الجهة كاستراتيجية التقائية لتجاوز هذا الإشكال؟ كنشوفوا التفاوت داخل نفس الجهة، كيفاش تقدروا تخلقوا شي واحد نوع التوازن على مستوى الشغل وعلى مستوى الجلب السياسي؟ ولن لا يمكن الحديث عن العدالة الاجتماعية بدون الحديث عن العدالة المجالية، وكذلك العدالة بين الفئات ديال المجتمع أو بين الجنسين. احنا كنعتبروا بأن البرامج اللي عدتها الجهة ديال جهة فاس مكناس المرتبطة بهذا المجال واعدة جدا، ونحن اليوم غدا على أبواب افتتاح معرض يهتم بهذا الموضوع بالتضامن الاجتماعي بين هذه الفئات من خلال التعاونيات اللي هي تصل إلى 40 تعاونية من أجل رفع القدرات النسائية ورفع القدرات ديال العمل الاجتماعي ديال هذه الفئات. في البيان الختامي تأكدون على أن العمل اللائق بالعدد والنوعية الكافيين يعد أحد مرتكزات الرئيسية لتوطين أركان الدولة الاجتماعية، لكن هذا يبقى رهين بالشفافية والعدالة في مناصب الشغل. نال المغرب والبحرين شرف رئاسة الشبكة البرلمانية النسائية لإفريقيا والعالم العربي من خلال فقرة 3 أسئلة إلى نتابع الأدوار التي تلعبها هذه الشبكة. السؤال الأول للمستشارة إجلال بوبشيت عضو مجلس الشورى بمملكة البحرين، يعني السؤال الأول، ما هي أبرز مخرجات الملتقى البرلماني لدول الجنوب جنوب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكركم على حفاوة الاستقبال والتنظيم المبهر لأعمال هذا المؤتمر. أغلب المحاور والمداخلات كانت في سبيل تقريب وجهات النظر وتعزيز التعاون المبني بين والقائم بين بلدان الجنوب في سبيل تحقيق التنمية المستدامة لجميع بلدان الجنوب. تكلموا عن التعاون الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي، وكيف دور الدبلوماسية البرلمانية إن هي تقرب وجهات النظر ويكون فيه نوع من أنواع المشاركة في الخبرات والتجارب المميزة. تحضر معنا أيضا خديجة الحجوبي اليعقوبي برلمانية عضو مجلس النواب المغربي التي انتخبت اليوم نائبة رئيسة البرلمانيات الإفريقيات والعربيات، مرحبا بك. السؤال الأول، ما هي أبرز يعني الخلاصات التي خرجتم بها من خلال هذا اللقاء اليوم؟ شكرا. كما شتي اليوم اللقاء كان متميز، كان فيه وجود النساء العربيات والإفريقيات. هاد الشبكة هي للنساء البرلمانيات ديال إفريقيا وكذلك العربيات. اليوم كان الاجتماع فيه نقاش هام، تقدمت الورقة ديال القانون الأساسي، تقدمت الورقة ديال القانون الداخلي، كذلك كانت تصويت على الأعضاء المكتب التنفيذي اللي كترأسه الآن هي دكتورة جهاد من دولة البحرين. كذلك حضيت بالثقة ديال الحضور ديال هذا الجمع العام، واللي خديت فيه منصب نائبة الرئيسة، وهذا شرف للمغرب ولينا كنساء مغربيات. الحمد لله، كيف ما شتي وأن يعني اللقاء اليوم كان فيه نقاش ما بين الدول، يعني الدول الإفريقية والدول العربية، والدور اللي لعبناه اليوم هو أننا تكلمنا على الخطوات اللي خطاها المغرب فيما يخص حقوق المرأة، صاحب الجلالة التمثيلية اللي اعطاها للمرأة المغربية والأولوية، كذلك تكلمنا على النجاح الباهر والمرأة المغربية أنها قدرت تبين عن علو كعبها في جميع المجالات. كيف يمكن ترجمة هذه الأفكار وهذه التوصيات على أرض الواقع، خاصة على مستوى حضور المرأة وتقلدها للمناصب، وكيف تقيمين حضور المرأة في العالم العربي يعني داخل البرلمانات؟ الحمد لله، أنا أحس أن بلدان العرب والوطن العربي المرأة قاعدة تثبت جدارتها
البرلمانية والسياسية وتقلد المناصب التنفيذية. نحن في البحرين الحمد لله وصلت المرأة لمناصب تنفيذية كثيرة. السلطة التشريعية هي تقريبا 23% من المناصب في السلطة التشريعية تقوم بدورها على أكمل وجه، والحمد لله ما عندنا يعني هذا التميز بين المرأة والرجل، بل بالعكس الرجل يعني يدعم بكل جهده المرأة ويدعمها للنجاح. النظام البرلماني في مملكة البحرين، احنا عندنا غرفتين، الغرفة المنتخبة بسلطة حرة من الشعب البحريني، وعندنا الغرفة الثانية هي الغرفة المنتخبة من أصحاب الخبرات معينين من قبل جلالة الملك الله يحفظه. السؤال الثاني، كيف تقيمون تجربة حضور المرأة المغربية على مستوى العمر البرلماني؟ الحمد لله ان كيف ما كتعرفوا ان يعني المرأة المغربية اليوم في البرلمان هي فاعلة وشريكة أساسية في التشريع في جميع المجالات يعني البرلمانية، لا في الدبلوماسية البرلمانية ولا داخل اللجان، وكذلك حتى في الأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية لعبت دور كبير المرأة المغربية. يعني في الانتخابات المحلية. بالنسبة للمرأة المغربية كما كتعرفوا أن الكوتا كاينة، وأن المغرب ديالنا تقدم في واحد الخطوة اللي هو الانتخاب المحلي للنساء، واللي كانوا 5 النساء في المغرب اللي يعني انتخبوا يعني محليا ويعني ودازوا في المباشر، ومنهم الحمد لله انا في دائره محليه. كيف عشتم اجواء الانتخابات وانتم يعني نجحتم في دائره محليه في دائره انتخابيه جد صعبه فاس الشماليه؟ الحمد لله كان صعبه لان المراه دخل مع الرجال في دائره محليه، ودائره الموت كما كيسميوها الدائره الشماليه دفاس. قدرت انني يعني الحمله ديالي كانت حمله مباشره مع المواطنين، وقدرت نلعب واحد الدور ديال ان المراه راها كاينه وتستطع انها يعني تقدم عده اشياء، والحمد لله كان النجاح الحليف ديالنا في هذه الانتخابات. كيف تقيمون تجربة حضور المراه في البرلمانات العربيه بصفه عامه وفي البحرين بصفه خاصه؟ يكفينا اليوم نشوف ان الاجتماع للبرلمانيات النساء ما شاء الله كان الاجتماع زاهر، كان الاجتماع ناجح، وتم تعيين رئيسة لهذا التجمع البرلماني للسيدات بقيادة بحرينية سعادة الدكتورة جهاد الفاضل، ونهنيها من تلفزيونكم الكريم. السؤال الأخير، على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، كيف تقيمون حضور المرأة البرلمانية العربية سواء في المنتديات الدولية أو الإفريقية؟ بالنسبة للبرلمان العربي واللي فيه 22 دولة، الحمد لله أن النساء لاعبين واحد الدور كبير تما، كذلك أن في البرلمان العربي اللجنة الاجتماعية للمرأة والشباب والرياضة كترأسها مرأة، وهذا جد مهم بالنسبة لنا. يعني بدأت تحرك؟ نعم، كاين الوجود ديالها وكاين صوتها داخل البرلمان العربي، وكذلك حتى في البرلمانات العربية ولا الإفريقية. كيف ما شتيو اليوم أن النساء قدموا نفسهم اليوم أنهم رؤساء مجالس شيوخ في دول إفريقية. شكرا سيدة النائبة. خلال هذه الفترة الفاصلة بين الدورتين، عرف البرلمان انعقاد مؤتمرات دولية من أجل تحريك عجلة الدبلوماسية البرلمانية. نتابع كواليس هذه المؤتمرات مع أمين الخالدي. الربا تسلم مدريد مشعل الجمعية البرلمانية الاتحادي من أجل المتوسط، وفد ورؤساء برلمانات ل 42 دولة. إعلان من الرباط إلى العلم لوقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني. تشكيل وانتخاب اللجان وشعب الاتحاد داخل مجلس نوهب هي أبرز عناوين هذه الدورة.
أولا نشكر المغرب على تنظيم هذا اللقاء، ونشكر البرلمان المغربي على ترأسه للدورة السابقة للجمعية البرلمانية الاتحاد من أجل المتوسط والدور الذي قام به على رأس هذا التجمع البرلماني. نشكر أيضا البرلمان المغربي على تنظيم لقاء اليوم، وهو مهم لمناقشة مجموعة من المحاور التي نتقاسمها مع الرباط ومع دول البحر الأبيض المتوسط. في تفاصيل، رشيد الطلبي العالمي الرئيس السابق للجمعية البرلمانية الاتحاد من أجل المتوسط والنواب قالوا أنه يجب أن لا تقبل المجموعات الدولية بغير حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتوفير الحماية له واعتبار سيادة الدول خط أحمر. الحقيقة إحنا يعني كان المحاور كلها تنحصر مينلي على المحور السياسي ومحور الخاص بالقضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي اللي قعد النهاردة طالت أمده 75 سنة، واللي ما زال هذا الاحتلال موجود ومرابط وبيرفض أي تداعيات للسلام، أي مقترحات للسلام بيرفضها. الحقيقة واضح جدا أن يعني شايفين اللي حاصل في غزة إيه، وشايفين الدمار اللي حاصل في غزة إيه، وشايفين القتل العشوائي، وشايفين عمليات الإبادة الجماعية اللي بيعيشها الشعب الفلسطيني، وشايفين عملية قفل المعابر من جهة إسرائيل اللي هي بتتكلم على حقوق، أبسط حقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني الأعزل اللي بيموت منها النهاردة الأطفال والنساء والرجال والشيوخ بلا مأوى وبلا أكل وبلا دواء. ده مش الحقيقة مش منطق أبدا. وقبل هذا اللقاء احتضن مجلس مستشارين المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب جنوب، أهميته كانت على مستوى الحضور الوازن لرؤساء مجالس الشيوخ والمستشارين والمجالس المماثلة لدول إفريقيا وأمريكا اللاتينية والدول العربية، الهدف تعزيز التكامل الاقتصادي. المؤتمر يشمل تكتلات فيها تقارب مهم، خاصة الدول العربية والدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية، في تقارب مهم في كثير من الأمور. دعينا احنا كبرلمان عربي إلى إحداث تكتلات اقتصادية تساهم وتساعد هذه الدول في حل كثير من المشاكل، وتساهم في إنعاش اقتصادي تحتاجه، خاصة كما تعلمون بأن الأحداث الدولية أدت إلى ركود اقتصادي في كثير من المناطق وكثير من الدول. وكإضافة إلى التكتلات الاقتصادية أو العمل الاقتصادي المشترك سيؤدي إلى القضاء على بعض المشاكل الاجتماعية داخل هذه الدول وعلى رأس البطالة. تأتي هذه البادرة لتفعيل التوجيهات الملكية السامية في خطب المتضمنة في الخطب للحث على تفعيل التعاون جنوب جنوب، سواء فيما يخص التبادل التجاري، سواء فيما يخص المواضيع الجيوسياسية، سواء فيما يخص المواضيع المناخية، الأمن الغذائي أو الأمن الصحي، وكل المواضيع التي يمكنها أن تجمعنا. معالي الدكتور، بالنسبة لك اليوم كان مؤتمر، الأهمية ديالو كيف يمكن أن ينعكس على الشعوب؟ السلام عليكم. بالنسبة للمؤتمر اليوم، مؤتمر جميل جدا ومهم جدا للشعوب الإفريقية والعربية وأمريكا اللاتينية، لأن العالم كله أصبح عبارة عن تكتلات بالكامل، فيجب علينا احنا كدول في هذا الإطار أن نتكتل مع جيراننا ومع الشعوب الأخرى التي تشاطرنا نفس الهموم ونفس المشاكل. من الحضور الذين طبعوا المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب جنوب رئيسة مجلس الشيوخ بدولة الكوت ديفوار التي أعادت شكر المغرب على الهدية التي منحها المنتخب المغربي لشعبها، ودعت إلى تقديم حلول مشتركة للإشكاليات التي تعرفها الدول الإفريقية. لدينا نفس الإشكاليات اليوم التي تعاني منها دول الجنوب، علينا أن نبحث هنا على الحلول والمقترحات، وعليها أن نستغل تجربتنا وثقافتنا وإمكانياتنا وذكائنا لإيجاد حلول لهذه الإشكاليات. في الكواليس، مجموعة من رؤساء مجالس الشيوخ أصبحوا أصدقاء فوق العادة للمغرب، وهم إما كانوا يتقلدون مناصب وزارية في بلدانهم أو مرشحين الانتخابات الرئاسية. كريستينا رئيسة البرلمان الإنديني أصبحت تحضر للقاءات الرسمية في المغرب وتتجول بين دروب الرباط كما لو أنها في بلدها. نحن هنا وفي البداية أود أن أشكر المغرب على تنظيم هذا اللقاء جنوب جنوب،
والمغرب يقوم بأدوار كبرى لتقريب وجهات النظر بين مجموعة من الدول من إفريقيا وأمريكا اللاتينية والدول العربية. نحن هنا للبحث عن مختلف الحلول لتجاوز مجموعة من الإشكاليات لتحقيق الأهداف المرجوة. في البيان الختامي إشادة بتعزيز ولوجي بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي والضرورة الملحة لمعالجة الخصص الكبير في البنية التحتية والاستثمارات بمنطقة المحيط الأطلسي مع ضمان سيادة الأمن الغذائي والأمن الطاقي والصحي. في الكواليس برز أيضا اسم الرباط عبر مؤسسة مجلس المستشارين كمحور رئيسي في تقريب وجهات النظر بين الدول العربية في الشرق الأوسط ودول إفريقيا. وبهذا مشاهدينا نأتي لنهاية هذا العدد من المجلة، شكرا على وفاء المتابعة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله.